حتكون اكثر طلبيه في الجزائر، ماشي هي لافيات سانسون، اللي هي لافيات تيبو اللي راهي ليه، لانه المستعمل الجزائري هو انا منهم مثلا نحوس على طوموبيل اللي ترفد لي دراري وليت فيها لامال هكذا، ترفد القضيان، ترفد الاخر، ترفد الكبش تاع العيد، ترفد عائليه فوالا هذه هي. دونك لا تيبو هذه سي اون سودان تريكور، لا تريكور هي اللي فيها حاب يقول هذيك لامال عاديه. هذا هو النوع تاع السيارات المطلوب بزاف في الجزائر، كثره في الجزائر، والسعر تاعها راهو يدور في حوالي 290 مليون بكل الرسوم، عفوا بكل الرسوم. هذا هو سعر هذه السياره، راح تكون عليها طالب كثير. نتمنى ان شاء الله يكون فيها حلول بنكيه، لانه هذه هي كما نقولوا لوفي اللي الواحد يحوس عليه. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.